السميه ديالو شاطئ تاوسارت. ها هو والله تبارك الله ياي تبارك الله احسن تبحيره هنايا في البحر. راني ديالها واحد الطوره كالخوت هنايا واش نقول لك. يا سلام يا سلام على كلام. ولكن الا بغيتوا المغامرات ديال تسلق الجبال مرحبا بكم. ها انتم تشوف الا بغيت تكمل الهوده ديالك تهود بالحبل عندك غير نشد هذا الحبل هذا وطيح عليا الحجره هذيك. اويا اويا يا المغامرات يا سبحان الله. هذا الشيء كامل باش نصور لكم فيديو. يا ويلي يا ويلي فتالي ما ديروا الجيم. صباح الخير عليكم خوتي تبارك الله عليكم كراكم دايرين الامور هانيه كلشي بخير عواشركم مباركه وباش ما تمنيتو ان شاء الله في الصحه والسلامه. حنا كنتواجدوا الان في الطريق الرابطه ما بين مدينه الحسيمه والجبهه تطوان طنجه. ان شاء الله غادي نمشيو لواحد الشاطئ اللي سميتو تاوسارت اللي كاين هنايا كتعتبر من افضل الشواطئ اللي كاينين في الحسيمه اللهم بارك. السميه ديالو شاطئ تاوسارت. ها هو قطعنا تقريبا واحد 40 كيلومتر من مدينه الحسيمه حتى لهنايا باقي لنا 17 كيلومتر اتجاه الشاطئ تاوسارت. يلا اخوتي نمشيو ونكتشفوا هذا الشاطئ هذا جميع. وما تنساوش خوتي الصلاه على رسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والطريق هي هذه كما كتشوفوا ها هي الطريق للشاطئ هي هذه. يلا خوتي نمشيو جميع وما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد مع مغامرات عبد اللطيف القنوري. ويلا اخوتي معنا تحياتي لكم. باقي لنا تقريبا واحد 17 كيلومتر باش نوصلوا للشاطئ تاوسارت اللي كتعتبر من افضل الشواطئ اللي كاينين في الحسيمه اللهم بارك. كما كتعرف الحسيمه فيها افضل الشواطئ اللهم بارك. شاطئ الصفيحه شاطئ كيمادو ومجموعه من الشواطئ تبارك الله اللي كل شاطئ كاين السيك في شاطئ اللهم بارك وكل واحد عنده الجماليه ديالو. وقفت هنايا بالضبط باش نشوف واحد الحاسي والله ما عرفت هذا واش حاسي الشكل ديالو كي داير. سبحان الله العظيم هذا الشكل ديال الحاسي ولكن هذا داير بحال الفكرون ولا شي حاجه. شوف اخوتي شوف انا جيب لي الله بحال الشكل ديال الفكرون هو حاسي ونشوفوا بعدا واش فيه الماء ولا لا. ناشف ناشف نشوفوا هنايا بسم الله. اوه ما فيش الماء خاوي والله ما عرفت هذا شنو هو. نكتبوا لي في الكومنتير الخوت كتبوا لي في الكومنتير هذا شنو هو. انا بعدا سبحان الله اول مره كنشوف هذا العجب هذا اللي في الطريق هنايا جا الطريق ديال الشاطئ تاوسارت. ها هو شوف سبحان الله العظيم. الله رحنا وقفنا هنا في الطريق تلاقينا جوج ديال البلاكات واحد البلاكه ديال دوار تاوسارت واحد البلاكه فيها غير تاوسارت بوحدها. والله الا تلفنا واش نمشيو مع هاد الطريق هادي ولا نمشيو مع هاد الطريق هادي. غالبا غادي تكون مع هاد الطريق هادي حقاش كغدرون. هاي هاي تاوسارت 8 ديال الكيلومترات وهاديك دوار تاوسارت. هاهي غالبا غادي تكون هذه هي الطريق لحقاش الفرا راه لابيس وهذه كودرون هذه هي الطريق اللي في ديك الشاطئ. شوفوا الدعوه كي دايره هنايا الهنديه مشات. الله 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 الهنديه الله. ها انتوا شوفوا واو تبارك الله. والله اخوتي شوف نبارطاجي معكم اي حاجه تستحق المشاهده والله العظيم. لواحد الجو اخوتي البروده تبارك الله والجبال والطبيعة اللهم بارك والطريق تبارك الله راكم تسمعوا ورجيج سبحان الله طيب العنب ياك روح شوف تبارك الله شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله راكم تسمعوا السياح ديك تبارك الله شوف شوف السكنة كي دايرة تبارك الله شوف شوف يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. والله اخوتي الدعوه كي دايره هنايا ولا برده تبارك الله حيت بلاصه عاليه ما شاء الله. شوف شوف تبارك الله الكرموس يا سلام ما
الله العظيم شوف الارض كي دايره عامر حجر سبحان الله. شوف 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 الارض منه ومنه حجره سبحان الله. شوف اخوتي شوف 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 يا الحجره كي دايره هنايا سبحان الله. هذه مدرسه هنايا، هذا حانوت، هو حانوت قر زيت السكر والبوطاء والمسائل. سبحان الله العظيم دخلنا لواحد المنطقه غابويه سبحان الله العظيم اللي هي كان الحجر والجبال، هنا كاين الغابه، واحد الجو تبارك الله اللي زوين بزاف. شوف تبارك الله واحد العوينه خوتي هنايا، راني بديت كنشم الريحه ديال البحر. الله 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 يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك، الحمد لله على هذه النعمه تبارك الله، والحمد لله على خيرات بلادنا. اللهم بارك. المشماش اللوز الحمد لله، الزيتون، اللوز تبارك الله هنايا راه خير. فلاش هذه شنو هي؟ السبيطار واقيلا. هنا كاين جامع وكاين هنا حانوت. هنا كاين حانوت بعدا. الحمد لله حنا وصلنا دابا باركينغ، كاين هنايا فين تحط السيارة ديالك، وكاين تما قهوة ومطعم، هاهو راه مورايا، وكاين تما فين تصلي فين ترتاح مع راسك، ومقسومة على زوج، فيها جوج ديال الشواطئ، واحد الشاطئ راه من الجهة اللي ملهيه، وكاين هاد الشاطئ هذا. أنا فضلت باش نجي لهاد الشاطئ هذا حيت حطيت لاموطو هنايا، وبغيت نريح شوية هنا في هاد القهوة هادي نرتاح شوية، وغادي نهودو إن شاء الله. بالنسبة للطريق راه لابيس كما كتشوفو. هانتوما تشوفوا الطريق، الطريق يعني راه لابيس كتهود من الجهة اللي ملهيه هكذا، تقريبا واحد ربع ساعة ديال الطريق، وتهود بالنسبة للشاطئ راه كاين من الجهة التحتانية. هادي هي الطريق، بالنسبة للطريق راه كاين هنا هادي وكاينة واحدة أخرى راه ليه، هانتوما تشوفوا، هاكم تسمعوا ورجيج. وهالقضية الخوت بالنسبة للناس المستكشفين والناس اللي كيبغيو يبغيو يكتشفوا حاجة جديدة مزيانة هكذا، كل مرة بنادم يكتشف حاجة جديدة. داكشي علاش كنبارطاجي معكم أنا الأجواء باش نتوما تعيشوا معنا الأجواء ديال هاد الشواطئ وهاد المناطق. ما شاء الله المغرب تبارك الله راه كبير، والمغرب زوين تبارك الله، وفيه ما يتشاف وفيه ما يدار الحمد لله. هانتوما تشوفوا الطرق للوصول لهذا الشاطئ، هذا صعيب شويه، خاص الركابي وخاصك تكون قوي، ولكن اخوتي من توصل لتحت كيبان لكم داك الشيء. يا سلام ما شاء الله، راه اليوم غير الضبابة وما هو يبان لكم الشاطئ شي حاجه طوب. شوف شوف يا سلام، واحد الصفاء ديال الماء، واحد 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 الشيء تبارك الله. يا سلام شوف شوف شوف، ولكن واحد القضيه اخوتي، اشوف شوف من الهودنا وشوفوا بشحال باقي لنا. انا كنحاول نبارطاجي معكم جميع المعلومات، باش تجيو لهذا الشاطئ خاص بردينا وخاص داك الشيء يكون هو لك سبورتيف الخوت. يلا نكملوا، وخاصك تشوف في الارض، ماشي تبقى تهضر في التليفون تهضر مع صاحبك، غي تغفل تلقى راسك لتحت. هذا الشيء اللي ما كيقولوا لكمش في الفيديوهات، كيبين لكم داك الشيء كيبينوا لكم داك الشيء اللي زوين وكذا وكذا، ولكن ما كيوريكمش المعاناه وما كيوريكمش الطريقه ديال الوصول الطريقه الصحيحه. الانسان حتى كيوصل للشاطئ عاد كيوريكم بان هذاك الشيء زين وكذا وكذا وكذا، ولكن ما وراكمش المعاناه ديال توصل لهذا الشاطئ. راني انا بالصبر دينا ومزير وداك الشيء ورياضي وداك الشيء سبورتيف وكذا، راني حاصل هنا. الا بغيتوا المغامرات ديال تسلق الجبال مرحبا بكم. ها انتم تشوف، الا بغيت تكمل الهوده ديالك تهود بالحبل ولا تطلع بالحبل،
يا يا ابا يا ابا يا ابا عندك غير نشد هاد الحبل هذا وطيح عليا ديك الحجره هذيك. يا يا المغامرات يا سبحان الله. هادشي كامل باش نصور لكم فيديو. يا ويلي يا ويلي افتلي ما ديروا الجام. يا ولي عندي غير نشد هاد الحبل وطيح لك الحجره هذيك. واش كاين؟ اللهم نهودو غير سلامات. ربي ربي بويا 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 ربي ربي ولكن ضروري خصني نشد الحبل. يا ويلي وثيق انت يا فار. بقاو يصوروا لنا غير الحاجه الزوينه ما صورولناش هذا الحبل هذا وهذه الطلعه هذه وهذه التماره. يا ويلي اش ما كديروا شي مصداقيه الخوت؟ علاش ما تبغيو تصوروا شي حاجه؟ ديروا داك الشيء نقي بعدا. الخوت راه داك الشيء صعيب وراه الوصول ديالو صعيب وراها كيفاش كيفاش. انا اللي مصور غير اللقطات الزوينه وكذا وهذه وكذا. يا خوتي يا خوتي راه غدا امام الله اللي تحاسبوا على داك الشيء اللي كنتصوروا. بعدا تقولوا مصداقيه تقولوا ودي هذا الشاطئ هذا راه صعيب الوصول ديالو راه صعيب شويه راه الخوت راه الهبطه صعيبه والطلعه صعيبه صراحه. المراه الحامله ما خصهاش تجي، البنت الصغيره ما خصهاش تجي، المراه كبيره ما تجيش، الراجل الكبير ما يجيش. الا كان شي واحد شاب رياضي بغى يطلع ويهود نورمال يطلع كما انا راني نتقاتل مع الوقت. قال له هذاك السبردينه النعاله راك بلا ما تجي لك جيب النعاله راه غير رقعد في داركم. خصك تجي حربي حيت انا الخوت الا تحت وزلقت ما كاش اللي غادي ديرها فيك هنايا كاع. ربي 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 باقي لنا جبده. وهي ودي واه الحمد لله بعدا من وصلنا على خير وبخير بعدا لروشي ولها هاك الشاطئ لها هاك الشاطئ الخوت. الحمد لله بعدا من وصلنا على خير وبخير وبارطاجينا معكم هاد الفيديو. الحمد لله الله الله اوي 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 شتو الحمد لله اللهم لك الحمد. لا الله تعرف ولا وو 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 تبارك الله احسن تبحيره هنا يا الله العظيم الى داك الشيء ما شاء الله. ولكن اخوتي العذاب الشديد باش توصل لهاد البحر هذا. وو وو بارك الله عليكم. الحمد لله بعدا من وصلنا للشاطئ. الشاطئ راه ما فيهش الرمله فيها الحجر وغياب عنصر النظافه ما كاينش النظافه المهم قراعي الميكات السبردينات المسائل. وهنايا شت كيصيدوا الحوت هنا كاين الحوت تبارك الله هنايا. والشاطئ هو هذا يعني شاطئ كما كتعرفوا الناس اللي محبين الاستكشاف الناس اللي بغاو يكتشفوا المناطق ديال المغرب مرحبا بكم هنا مزيانه. هانتوما تشوف هذا هو الشاطئ كيمتاز تبارك الله بهذا الحجر هذا اللي عطى واحد الجماليه زوينه تبارك الله الله يبارك. وشفنا حتى القوارب ديال الصيد والله تبارك الله الحمد لله. والبحر شفتوا القضيه البحر دايرين به الجبال شوف شوف الجبال اللي دايرين به تبارك الله ما شاء الله. قوارب الصيد ديال السمك الحمد لله. والطول ديال الشاطئ كيوصل ل 500 متر تقريبا حيت عنده منا حتى له 500 متر
العرض ديالو كتوصل لواحد عندك 10 20 متر هكا 20 متر كيمتاز بهذا الحجر هذا. الحمد لله وشفنا حتى الناس اللي كيبغيو يخيموا راه كاين لاطونت هنايا دايرين لاطونت. الناس اللي كتبغي تخيم راه مسموح بغات تقعد هنا يومين او 3 ايام او بعيدا عن الضجيج وبعيدا عن اصوات محركات وليسانس مازوت. بصراحة تجي هنايا تجيب سويلحات ديال كاملين هنايا الماء والماكلة وتجي هنايا تخيم واحد 3 ايام ولا هنايا مزيان. غير واش هو الطريق ديالو صعيبة شوية دابا طلعوا في النزلة شوية صعيبة ولكن بالنسبة للشاطئ راه متوفر فيه كلشي. شروط الراحة راه كاينة تبارك الله. هنا دابا راه حنا في طريق العودة حنا راجعين ان شاء الله حيت ما عندناش الوقت بزاف. راه حنا متجهين ان شاء الله للجبهة ان شاء الله. حنا دايرين ان شاء الله واحد الدورة للجبهة نشوفوا عاود ماشي هادي واحد المدينة سميتها الجبهة الجبهة ان شاء الله. صراحة الخوت التمارة كاملة اللي ضربت والله العظيم الخوت إلا ما ريحتش هنايا تقريبا ربع ساعة اللي جلست هنايا وغادي نمشي. هي نورمالمون هاد التمارة كاملة نقعد هنايا حتى الغدوالي ونمشي ولكن ما جبتش الصوالح ما جبتش الصوالح ديالي كافيين باش نمشي هنايا والصبحة ونضربها في العومة ونعطيها عاود حيت خاصك لاطونت خاصك البوطاس بزاف ديال الصوالح تقل. الله الله هذا الحجر داير بحال ديال الواد سبحان الله العظيم. منين جا وكيفاش ومجموعة من التساؤلات اللي كتطرحها سبحان الله العظيم وفي التالي كتكتفي بالقول ديال الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم. شوف المغرب تبارك الله هذا هو المغرب اللهم بارك. خوتي الفيديو ديالنا حدو هنايا حنا ان شاء الله غادي حنا في الصعود. شوفوا العقبه يا الخوت غادي نطلعوا ودائما خوتي بارطاج الاشتراك في القناه تدخل جديد ودائما الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونهايه الفيديو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي لكم نهاركم مبروك.